الحفاظ على التراث التاريخي اللبناني تم الشروع في تنظيف وتطهير المساحات التي تحتوي على الآثار التاريخية في مدينة بعلبك اللبنانية، حيث قدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 1 مليون يورو لإنشاء معمل لتدوير النفايات وفرزها وتنظيم حملة توعية حول النفايات الصلبة. في الرياضة، يواجه سهرة اليوم وفاق سطيف فريق زاناكو الزامبي بملعب 8 ماي بسطيف لحساب مباراة الذهاب للدور الثمن النهائي من